طب انا كده يمين ولا شمال؟ انا شمال waiting for other player، وانت يمين. ايه ده؟ هو المفروض ان هي تبقى كده اصلا، يعني هي عدلت على كده اصلا. لا في الصورة انا يمين وانت شمال. طب انت عايز ايه حضرتك؟ ايه ليه؟ طب بص انا اقولك على حاجة حلوة، تيجي نعكس؟ يلا يعني انت عايز اعمل ايه دلوقتي؟ احنا كده حلوين. انا عامل دلوقتي عدل السيتنجز زي ما انت عايز، تحط بقى لعيبة للصبح، تحط لعيبة قليلين، تحط فلوس كتير، ما تحطش فلوس خالص. يعني بص بما انك بتشرب ميه فانت اختار وانا الدور عليا انا اشرب. انا مش شربتش الميه لسه. طب ما انا لسة. اشرب اهو، اعمل انت وانا اختار. انا اعمل لك اكسبت يا عم. اضرب اضرب بقه كمان، بس اضرب بقه كمان، اضرب يا بامبو. ايه ده ايه ده ايه ده، انت شايف؟ انت لا شايف؟ مش شايف حاجه. لا ثانيه واحده يابا، مش شايف لا حاجه. لا ثانيه واحده، بلاش جو الغش بتاعكم ده يا اسطى. مش شايف حاجه. غشونا. طب ايه ايه الفكره يعني عامه؟ اختار من حاجه معينه الفكرة ولا اختار إيه؟ اختار اللي انت شو ما بدك افعل. والله مش هقول لك، مش هقول لك انت بتعمل ايه والله، يعني شوف اللي انت لسه فيه. شو ما بدك، شو ما بدك. طب انا اقول لك على حاجه، أيوة. اقول لك انا على حاجه حلوه. انت فاتح كل السكرت طبعا صح؟ او كله عندي كله. اه ماشي. بص هقول لك على حاجه، هنلعب اول جوله 1 في 1 جوله افتتاحيه. اه حلو، جوله افتتاحيه. هتدوس على بتاعه القبعه اللي هي الوايلد ويست، هتلاقي فيها وحش. اشمعنى القبعه؟ ما انا جاي لك في الكلام بقى. تدوس عليها هتلاقي وحش اسمه ديد اي، هات منه واحد وانت انا جبت منه واحد وانت هتجيب منه واحد. ماشي ماشي. دلوقتي احنا اللي نتحكم فيه، يعني مش هتسيبه ان هو اللي يضرب، انت اللي تتحكم فيه وانت اللي هتضرب بيه. حلو ماشي. فده ماتش 1 في 1. يلا انا حطيت الريدي. وانا كمان ريدي. وهتحكم فيه ازاي يا استاذ احمد؟ اضغط اف اضغط اف اضغط اف اضغط اف اضغط اف. ما انا ضغط اف يا استاذ احمد. اضرب بقى، اضرب بقى. اضرب يا يومك هدرا يا يومك. بلدي بلدي يا بلدي. فين اليوم؟ استنى بس استنى، انت بتخم اقسم بالله. انت بتدوس اف بتلاقي نفسك بتتحكم في الولد ده. امانه، والامانه سر النجاح. طب معلش معلش، نجرب جوله كمان، كمان جوله بس. معلش يا عم مش مشكله. يلا عشان خاطر الاولاد، عشان بس نبقى عارفين بس احنا فين وبنعمل ايه. معلش عشان انا تهت بس. معلش يلا جاهز. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه يا اسطى؟ في ايه؟ في ايه؟ هو ده ال1 في 1؟ ايه ما هو 1 في 1 يعني. انا قصادك صح؟ انا قصادك صح كده؟ اه وماله يا بيه. خلاص خلاص، يلعب يا عم باللي انت عايزه، والعب باللي انا عايزه، وكل واحد يختار اللي هو عايزه. خلاص؟ من السكريبت، من السكريبت مفيش حاجه غير اي حاجه. اي اللي انت نفسك تعمله والله. ما هقول لك انت بتعمل ايه، ما انت بتخم وانا مش قدك. يا لا يا عم ليه، انا هوريك ان انت ازاي تضحك عليا. بسم الله بسم الله يا رب يا رب. انا سامع اصوات بس انا قلقان. لا لا لا، ما انا مش عايزك ان انت فاهم كده، يعني انا عايزك ان انت ايه تصدق. انت بتخم، انا عارف انت بتخم. لا 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 والله انت بتخم. لا 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 لا، انا بس انا في وحش بدور عليه، عشان الوحش ده انا معتمد عليه بصراحه. انت بتلعب وحش واحد يعني؟ بس انا جاهز. طب معلش، هما فين اللي بيشجعوا؟ اه وانت عايز اللي بيشجعوا ليه بقى؟ خلاص مش عايز. ليه؟ انت قلت العب باي حاجه. ليه؟ خلاص مش هلعب اللي بيشجعوا. ليه ليه عايز اللي بيشجعوا؟ مش هلعب اللي بيشجعوا خلاص يعني. الطريقه الخنزيريه دي انت عايز تبدا بيها يا عم؟ ولا تزعل نفسك، مش هلعب اللي بيشجعوا يا عم، ولا يزعلك. ما انا مش عارف العبك كده. اه انت من الراجل بتعمل خطتك، انا ماليش دعوه. ايه خطتك وتعال قابلني، انا اقسم بالله مظبط خطه ما لا تخر المياه. بس ما تشتغلنيش وتنزل لي ناس اللي هي ايه يعني، اللي بتسيطر على الارواح اللي معايا والحاجات دي. يعني نلعب لا 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 لا، وانا تامر. ماشي العب لعبه نظيف. حتى لو خلينا انا تامر، انا جاهز. يلا انا بص يعني مش عايز اقول لك، الجيش بتاعي ده يعني والله العظيم بص جيش، بس هو مش ما فيهوش حاجه غلط. الله لا اله الا الله. الله على المعركه. انت بتضرب بمين؟ بتوع السيوف. هو ده الغدر. لا إله. هو ده الغدر. هي دي النيه. لا اله الا الله. تخص عليك. لا اله. ما انا عارف. بص بص بص، كله جاي والله، والله العظيم كله جاي، والله كله جاي. تعال. لا 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 لا، والله لا لا لا. كله جاي والله العظيم كله جاي. يا اسطى ما ينفعش يا اسطى، انا مش عارف مش عارف العبك يا اسطى. ايه الحرب دي؟ ماشي. طب كله جاي، كله هيتضرب. ما بتضربوش ليه يا ولادي؟ ولا كله هيتضرب. انت مين اللي معاك ورا؟ كله هيموت. اه الوزير. كله هيتضرب. الوزير كله هيتضرب، مفيش رحمه. ايه تاني؟ خلاص انتهى انتهى. نشيل الخطه. الرحمه انتهى. 1-0 لور بيست، او 1-1 تقريبا عشان كسبتك المره اللي فاتت صح؟
لا 1-0 المره اللي فاتت مين؟ يعني انت غاشي ورا. انا لعبتك ولا لا؟ مش غش ده تشغيل دماغ، وده كله موجود في اللعبه. الغش لما اكون بعمل هاكر اكبر لك لعيب اصغر لك لعيب، لكن انا مش غشاش. هتمشي شرع ربنا على كيفك طيب ولا ايه؟ طب اعمل ايه؟ طب بس انا مش غشاش. استنى بقى. الا الغش بطل ورا. قول لي بقى الوزير ده جه منين؟ معلش عشان نفسي اجيب الوزير ده بس مره. الوزير ده يا سيدي في الايفل هتلاقيه ب 1000 جنيه. ايه ده مش وزير يلا. دي سحابه. لا اله الا الله. ما هو انت اللي اعتقدت ان هو وزير. ذنبي؟ بص والله انا فاضل لي 200 جنيه هجيب بيهم راجل بسيف وراجل بسيف. عفوا الله مثلا. يلا ودي. انا بحب الراجل اللي بسيف. يلا يا والله العظيم. بص جايب لك شويه ناس ما لهمش في الشغلانه اصلا. طب اعمل ايه؟ طيب ما انا عشان اجيب واحد بس من ده مش هيكفي. مش ذنبي، معاك 20000 جنيه مش عارف تصرف 20000. بسم الله انا جاهز. يا ابن الذين تفناش على كده. جلع. لا ما تفناش على كده. رجلع. مشجعات صح؟ انت ماشي بمشجعات؟ ما فيش مشجعات حضرتك. انت شايف بعدين ما انت كسبت خلاص اهو، ربنا ادالك اهو يا عم. والله يا عم شوف الوحش العفريت اللي عندك ده ما بيفنش ده صح؟ انا كسبت. عارف انت كنت على وشك. يعني هو اصلا كان مات الوحش اللي كان قدامي ده. والله العظيم انا مش مصدق. والله انا كسبت يا اسطى. يلا يا اسطى انا هلعبك بنفس الخطه. عندك تشكيله تقدر عليها؟ بلاش تتحداني بلاش. طب خليك بنفس الخطه يا بوم. بنفس الخطه وبنفس التشكيله يا جدعان. زي ما انت اعمل اللي تعمله يا شباب. زي ما في موقفك الحالي انت شتم الجروب. يلا جروب مين اللي شتمته؟ يلا حط ريدي. مش هحط ريدي يا رجاله. احط ريدي ولا ما احطش ريدي؟ حط ريدي يلا. انت اللي بدات العركه. انت اللي عايز تخانق معايا. ايه ده ايه ده يا اسطى ده؟ انت جايب اتنين منهم ازاي؟ بتوع البوكس. ايوه هم بتوع البوكس. شغل السايت ما ده مش والله العظيم انت اللي بتخم مش انا اللي بخم. بس برضه بنكسب وبرضه بنكسب يا جدعان. لا يوب لاخر ثانيه هو كان شاكك اصلا. لا 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 لاخر ثانيه والله. لا 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 او يا عم بنفس الخطه خليك ثانيه ثانيه. اصبح ما عندوش حد يلعب بيه. الخطه دي خطه دفاعيه هجوميه وزي ما انت شايف الرجاله ما شاء الله. والراجل ده يعني حريف ما شاء الله. ما وعلى ايه؟ سر مكسب ووربيست هو ده ازاي تكسب ووربيست؟ انا اقول لك انا على حاجه حلوه. يلا يلا ودي 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 ودي. اوه لا 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 انت جاي منهم اربعه. ودي بقى يلا يلا عشان نسكروه. يلا عشان نسكروه. الفيلة سيبكم الفيلة خش عليهم. ودي بقى ودي. الموضوع قريب جدا 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 على فكرة. معلش الموضوع لسه فيه. انت ليه الموضوع لسه فيه؟ ليه خدت الناس بتاعتي؟ انا ما خدتش حد منك. ايزي. عمليه سريعه لا تقلق. احنا هنتنازل عن ده وهنجيب ده وبعد كده. هو الرجاله دي جبناها منين؟ كابتن ايفل. وبعدين انت عايزهم تاني ليه؟ ما انت شلتهم. جابورا خدي بريتي خلاص. لا لا ما انا مش اكتشفت كلهم. مش كلهم. اكتشفت حاجه تانية فظيعه من ايفل صح؟ يس. لا الرجاله اللي هي اللي بتطير دي اسمها ايه؟ اللي هم البيض دول. والله ما اعرف. وور بيس. هل انت مستعد يا وور بيست؟ يا باشا يا نهار ابيض. ودخل لي بالخيل وعامل لي فيها كبير الدهشنا. جبنا ابو ودي. شجره وابو ودي. شجره وصل. ودي أوه. ايه بقى؟ ايه ده بقى؟ ودي. ايه بقى اللي انت بتعمله؟ انا نفسي اعرف. ودي يسا. هو مين اللي بيودي؟ مين اللي عمال يضرب من ورا ده؟ سنحارب لاخر نفس. هتحارب مين؟ هو مين اللي عمال يصطادهم من بعيد ده؟ هنحارب لاخر ده. انا على فكره يا ابن الذين المدفع. هنحارب يا بومبو لاخر نفس يا بومبو. تصدق شكل خسرت لاخر نفس يا بومبو. خسرت. الرجاله كلها بتقع لاخر نفس. اخر واحد هو. هنحاول لاخر نفس يا بومبو. حاول لاخر نفس. انا ليه محاور على نفسي؟ ما انا اروح. يا ابن اللذينة لآخر نفسي. ايه الشجرة الحيوانة دي؟ لا 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 لآخر نفس يا بومبو. لآخر نفس. ثانية واحدة كده عشان انا تهت. وكم كمل لحد دلوقتي يا عم؟ استنى يا عم انت علقت. كم لحد دلوقتي؟
3-1 لعم وربيس بالرومنتادا الساحقة. 3-1، الموضوع محتاج ثبات. بالرومنتادا الساحقة. 3-1 ازاي؟ يلا. اذا كنت انا كسبانك جيمين. نرجع انت بقى كسبان جيم منهم جيم، انت نرجع من اول. نرجع ايه؟ هو انت الغش وعايز تحسبها؟ ارجع احسب، بطل غش. كله هيتضرب، مفيش رحمة. انا كسبت. عارف أنا انت كسب. عارف انت لا لا لا. لاخر نفس يا بومبو. بلدي يا بلدي. ماشي خلاص، بعد ما وصلنا للحقيقة وهي 3-1، فالموضوع ما فيهوش كلام كتير. هعمل لك حاجة جديدة. طب هو حافظ الماب، هعمل ايه؟ اجيب له حافظ ماب ايه؟ هكون بلعب على اي سايت مثلا؟ ايه اللي حافظ الماب؟ اجيب لك مين طيب؟ لا، في ناس تانية انا عارف ان انا لو جبتها هقدر اكسب بيها، بس المشكلة في الحاجات اللي هي جوه. هعمل ايه؟ طب هو جاب مين؟ طب هو جايب مين؟ بص. انت نفس الخطة؟ والله بلعب يعني، بص حاجات. بتلعب بنفس الخطة؟ مين ده؟ مين اللي بيلعب بنفس الخطة؟ أنا بلعب. مين اللي قال لك أنا بلعب إزاي يعني؟ الناس يعني ورب العيدان عيالي دول وصومة العيدان وقرا وكل الحسنة. فاهم أنا. يعني أنت هتلعب بنفس الخطة ولا هتغير الخطة؟ لا لا، أغير طبعًا، أغير. يعني أنا لو كسبت دي يعني هبقى دي هبدأ قوية جدًا يعني. بص بص، والله هي خطة ضعيفة جدًا، هي خطة معتمدة على الدفاع. لو ظبطنا الدفاع ممكن الهجوم يضرب مننا. يعني اقول لكش يعني والله. يعني انا العب مع مين دلوقتي؟ باذن الله خير، كل سنه واحنا طيبين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. انا هغير دلوقتي خطه زي ما انتم شايفينها من غير ما اشرحها. الور بيس الساحره الشريره والناس اللي وراها وبس. بسم الله وليبدا وور بيس. اوه يلا يا رجاله، نفس التفكير. الله اكبر، كارت الشاشه بيتحرق. يلا سواء عندي او عند وور بيس الدنيا خربانه. الله يا رجاله خربانه، نحن ندافع خربانة. عن الامال. امال دي اللي بقت دلوقتي حالا. الامال يا رجاله، ده ما طلعتش امال واحده، ده طلعوا امالات. مين ده؟ مين ده يا اسطى اللي انا مش شايفه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا بتشجعوا مين يا جدعان؟ احنا مضروبين، هو عنده واحد بس بيكسب يا رجاله يا اخوانا. اقول لك يا بومبو بومبو. عايز اقول لك انا مش متخيل ان انت شايف الجندي ده. شايف الجندي ده؟ شايف الجندي ده؟ ده انا انا متحكم فيه. سبتني بواحد يا اسطى، مش مصدق والله. بص بومبو 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 بومبو، اطخك اطخك. بص 1-2 ايه دي؟ ادي الطخ يا ربي، ادي الطخ يا ربي، ادي الطخ. هي ما بتموتش لامال يا ولا موت. ادي امال، ده بعد نتيجه الثانويه العامه. وادي فاتن وراحت امال مصوته. بس شكرا وور بيس. لا يعني ظنوا انهم انتصروا علينا ولكننا عدنا. ما خلاص يا امال، في يا ست. يا لهوي يا وور، ده انا هعمل منك يا لهوي جلاش. تعال يا والله العظيم ما هتصدق. انت اللي هتشوفه هتفضل تقول لي ليه كده. انا حطيت الرجل، انا حاطط الرجل. استنى يا اسطى، انا لازم انزل لك ناس جامده، لان انت كده تعب بقى تقول لي انا وانا وانا اهو. انا عن نفسي حط الريدي. بص احنا نعمل كده ونحسبها ونتوكل على الله. ولا اله الا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو انت بتضربني برجلتي ولا انا بتهيألي؟ هو ايه اللي بيحصل؟ هو بس ده يموت، ده يموت. ايه ده انا مش شايف حاجة. ايه اللي بيحصل ده؟ انا اللي مش شايف حاجه، انت اللي بتضربني ولا انا بضربك؟ انا مش عارف، بس انا خسرت. يعني هو النتيجه ان انا خسرت. يا اسطى انه السر في الكتاب، السر في الكتاب. اشرب وور بيست. عندك تمام. حاجه جديده؟ خليك انت بقى بنفس الخطه، بنفس التشكيله، وجهز لك وهشرب بقى ميه. كمان ده بيستهزئ بيا. تمام، حته كده ايه يعني؟ في نفسي كده روشانه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده 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 ايه ده؟ انت برضه ما بتحرمش؟ انت برضه ما بتحرمش؟ ايه ده ازاي؟ ده عامل تليبورت جنب. بس كنا قريبين والله، كنا قريبين. اوعى والله كان فيها. انسى والله انسى كان انسى. فيها طول ما ده موجود كان خلاص فيها كده والله. انسى. جاي كان تاني فيها. جاي تاني خلاص. اكتشفنا الخطه اللي تكسب بيها وور بيس يا جدعان. يا عم انا اللي لسه كسبان. انت بتعمل ايه؟ انا اقول لك على حاجه، اتغطى بالبطانيه ونام يا اسطى. خلاص انا ريدي، انا هقعد لك بقى كده النهارده كده اتفرج عليك بس. يلا طب انت برضه ما تحرمش. برضه الفيل، برضه الفيل يا اسطى. انا عايز اقول لك ماله الفيل؟ على المعركه ما بتحكمش. ماله الفيل؟
انا بتفرج بس ما بتحكمش. حرام عليك. احب النصر، احب النصر. تعرف تنتصر عليا. انا مشيت خلاص، شكرا، انتهينا على كده. انا خلصنا كده اخيرا. دي اخر معركه كده. 3 3 ده ايه اللي 3 3 4 3 ايه اللي 3 3 ايه اللي ايه اللي يا ابني انا 5 ازاي اللي 3 كاسب يا اسطى؟ ازاي انا بقدر كاسب ايه؟ انت دلوقتي 5 3 5 انا اللي 3 ليك و5 ليا. ايه اللي انت 5 جبتهم منين؟ 5 انت اللي جبتهم. وور اعمل ريدي. 4 4 وور اعمل ريدي ونخش لبعض اخر جوله. انت بتحور دايما، مش عارف ليه بحسك بتحور عليا. انا لو قعدت احسب من اول الجيم ورجعت من اول الفيديو. ايه ده؟ انت مش ناوي تجيب يا اسطى؟ انا اللي كسبانك يا اسطى. انت ازاي انت اللي كسبني؟ استنى بقى على يا بقى عشان انت ايه. انا رجعت للاول ولقيت ان انا كسبانك. اوه يلا. بيعتمد على نفس الخطه، جايب الناس اللي اقول له لا 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 بيحول جنودي ضدي، ودي مش حاجه حلوه على فكره. احنا ما اتفقناش على كده، احنا اتفقنا من الاول. اول كلمه قلت لك ايه؟ ارجع كده للاول. اول كلمه قلت لك ايه؟ قلت لك ما تاخدش الناس اللي تبقى تخلي جنودي ضدي، صح؟ لا فين دول؟ ده هيلر، ده بيعالج جنودي، ده مش هيلر، ده خلك جنود. والله ده هيلر يا جدع، والله ده هيلر. انا عارفه ده بيخلي الجنود يا جدع. والمصحف ده هيلر. انت خمام يا عم. والله هيلر، والله خمام. بس انا ممكن يا عم اقول لك ايه. ريدي يا وور، انا ممكن اجيب له ناس برضو تقدر عليه. ريدي يا وور. اه اوكي. بسرعه بسرعه يا رجاله، بسرعه يا رجاله. ده مش هيلر، استحاله يكون ده هيلر. والله هيلر، ما هو بيقالي ان هو قدامك اهو. لا ده رجالتي كلها بتضربني اهي. انت جبت منين سته؟ انت ما عندكش سته يا وور، انت بتحور. والله كان عندي سته. وور يحاول الربح بالغش. لا اله الا الله، يجيبوا اللي فيهم فينا. والله بيحاول الربح بالغش. اخص عليك يا وور، اخص عليك يا وور. جيبوا اللي فيهم فينا. بص انا اقول لك على حاجه، احنا هنجيب بعد كده تامر معانا حكم. احنا مش هنلعب احنا لوحدنا، بس انا هجيب تامر حكم ما بين انا وانت، عشان اللي انت بتعمله ده انا عارفه. اولا ماسك لي كنزايا، تانيا انت بتحاول تكسب هنا بالغش. يلا بينا نتقابل المره الجايه يا جدعان ان شاء الله. خلص بس مشكلتي اهو، خد يا تعالى هنا.